40 شركة غذاء فلسطينية شاركت في معرض غذاؤنا فلسطيني الذي افتتح في المركز الثقافي الاجتماعي الأرثوذكسي العربي في مدينة غزة، وضم المعرض منتجات وطنية محلية لأكثر من 40 شركة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، واستمر لمدة 3 أيام. ويعد معرض المنتجات الفلسطينية غذاؤنا 2022 إنجازا ومفخرة للشعب الفلسطيني لعرض السلع والمنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها في قطاع غزة. أريج الشوى كانت هناك وعدت إلينا بهذا التقرير. معرض غذاؤنا يأتي في يوم 1 من نوفمبر، يوم المنتج الوطني، فهو معرض سنوي، معرض يحمل في طياته الكثير من الرسائل الجميلة، رسائل هادفة عن القطاع المتطور لاتحاد الصناعات الغذائية، قطاع حاصل على شهادات الجودة العالمية الايزو 22000 الخاصة بسلامة المنتج، وشهادات الجودة المحلية البي اس اي التابعة لهيئة المواصفات والمقاييس. شاركنا اليوم بالمنتج الفلسطيني لنعرف المشترك الفلسطيني انه شركه مأرب قادره على الوصول للذوق الفلسطيني الغزاوي، والحمد لله شركه مأرب طبعا هي الشركه الاولى اللي حصلت على الجوده العالميه 22000 اللي هو ايزو 22000. نفس اليوم هذا يعني حبينا نوصل للشارع وللمجتمع الفلسطيني انه احنا موجودين وعندنا منتج بضاهي، وبمناسبه اليوم الفلسطيني والمنتج الفلسطيني نسبه للعالم كله للمنتج وللمجتمع الفلسطيني، ونورجيه جودتنا ونقول له انه احنا موجودين وعندنا بضاعه محترمه بجوده عاليه. هاي احنا اللي بفيدنا في المعارض زي هذه، وهدفنا في المعرض هو التواصل مع المستهلك النهائي، مستهلك للمنتجات شركة الجبريني. احنا دائما في هذه المعارض بنحب احنا ناخذ اراء المستهلكين وشو اراء بالنسبه للمستهلك، شو الملاحظات الموجوده على هاي المنتجات اللي بنشتغل فيها. اليوم احنا بنشارك في هذا المعرض، بنعتبره معرض مهم لدعم المنتج الوطني ولتسليط الضوء على هذا المنتج اللي فعليا بيستحق انه يضاهي وينافس المنتجات العالميه في كل مكان. بنشارك ابازير في مجموعه من المنتجات بنعرضها اليوم في هذا المعرض حتى نسلط الضوء على المنتج الفلسطيني مثل ما حكيت لك. هذا المعرض يمتاز بمنتجات غذائية بحتة، معرض متخصص للصناعات الغذائية، معرض يعرض أمام الجمهور وأمام الجميع لدينا منتجات تصنع في وطننا نتباهى بها وتضاهي المنتجات المستوردة والإسرائيلية، وأيضا لإطلاع الجمهور إلى ما وصل إليها القطاع الصناعي من منتجات ذو جودة عالية. منتجاتنا الخروب الطبيعي والتمر الهندي الطبيعي، تأسسنا عام 2002، كنا في البداية ننتج الخروب الطبيعي لحد عام 2006، في عام 2006 انتقلنا نقلة نوعية، بدأنا بإنتاج العصائر بكافة أشكالها. في بداية السنة القادمة الشركة سوف تحصل على شهادة الجودة العالمية الآيزو 22000. شركة مأرب تأسست 1994 من أوائل الصناعة في غزة بخصوص الشيبس، كان عندنا خط واحد، الآن عندنا 6 خطوط شيبس متنوعة، السناكس طعم الفصل الطبيعي، في عندنا الفريسكي اللي هو حبابات البطاطا، وعندنا التورتيلا ترايجون. والحمد لله من تقدم لتقدم هذا الشيء إجى بعد اللي هو ثقة المستهلك في منتجات شركة مأرب.